عشرون عاماً من العطاء والأمل، عشرون عاماً تمكنت الجمعية القطرية للسرطان خلالها من زيادة الوعي بمرض السرطان والوقاية منه على المستويات المحلية والإقليمية، حتى أضحت واحدة من أبرز الجهات في مجال خدمة العمل الخيري والإنساني وكذلك في القطاع الصحي. حملت الجمعية القطرية للسرطان على عاتقها مهمة تغيير الصورة النمطية الخاطئة حول مرض السرطان ونشر الثقافة الكاملة للكشف المبكر عنه وطرق الوقاية منه، فضلاً عن مساهمتها الفعالة في تحمل التكاليف العلاجية للمرضى والسعي دوماً إلى منحهم الأمل. تحرص الجمعية على الوصول إلى كافة شرائح المجتمع من خلال إطلاق حملات توعوية وفعاليات وأنشطة تخاطب الفئات والأعمار المختلفة، ولا تألو الجمعية جهداً في التنسيق مع المؤسسات الصحية والبحثية والجامعات والمشاركة في المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية لمواكبة آخر التطورات في مجالات الوقاية والاكتشاف والعلاج للسرطان. وخلال العام المنصرم غطت الجمعية القطرية للسرطان تكاليف علاج ما يقرب من 400 مصاب بالسرطان، وها هي اليوم تحقق إنجازاً يذكر مع عدم وجود أي مريض حالياً على قائمة الانتظار.